مرحبا بكم. جيت اليوم باش نبقى ندير لكم فيديو هاد تيك توك مره وغادي نشرح لكم اش واقع في لاسينسيس او في الامو هاد الايام. في 2020 الملك ديالنا في جوج ديال الخطابات متابعين تيقر بان الوقت جاء باش تدار تغطيه صحيه لجميع المغاربه من ديك الساعه، والمسؤولين على قدم وساق باش يشوفوا كيفاش ينزلوا هاد الاوامر على ارض الواقع. اشنو هو هاد المشروع؟ هو تعميم التغطيه الصحيه الاجباريه اللي كانت من قبل فقط عند العمال اجراء في الشركات باش يوليو يستافدو حتى العمال اللي خدامين لحسابهم، والحرفيين ومالين الحوانت والفلاح الصغار وغيرهم، هما والعائلات ديالهم من هاد التغطيه الصحيه. والا مرض شي واحد لا قدر الله ولا كانت عنده عمليه او لا ولاده، فلا سينيسيس اما تتكفل بالنسبه من العلاج ديالو او لا كيخلص وكيدفع الدوسي ديالو الامو باش يرجعوا ليه نسبه من الفلوس اللي خلص. وبالفعل في 2022 بعد ما خرجوا القانون اللي كينظم هاد العمليه، بدات لا سينيسيس كتسجل الناس تلقائيا بحال المقاول الذاتي ولا الحرفيين ولا الفلاحه واللي خدامين حسابهم كاملين، ودارت بوابه خاصه لهم باش يتسجلوا واللي هي www.masinesis.ma، وضعات راه الاشاره ديالهم للمواكبه رقم الهاتف 05 20 19 40 40.